لتعليق على الموضوع ينضم إلينا من عبر الهاتف من اسطنبول التركية المحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. أستاذ طه، هناك أنباء عن سيطرة الجيش التركي على الطريق الواصل بين راجو وجندريس في أو جنديريس في عفرين، كيف ترى يعني في سير العملية العسكرية في ظل رد الميليشيا بالقصف على المدن التركية؟ نعم، دون شك نحن الآن نشارف أو تشارف العمليات التي أطلق الجيش التركي في عفرين على نهاية الأسبوع الأول دخولها إلى الأسبوع الثاني. هناك في الأيام الأولى كان هناك تقدم كبير للجيش التركي والجيش السوري الحر، ولكن في اليومين الماضيين كان هناك حالة من البطء في العمليات أو في التقدم للجيش التركي، وخاصة مع اشتداد المعارك وأيضا الوضع الجغرافي للمنطقة، ولكن هناك بعض النجاحات التي تم إحرازها من قبل الجيش السوري الحر من خلال السيطرة على بعض المناطق في ريف عفرين، وكل هذه يعني مقدمة لعمليات أوسع وأكبر، خاصة بعد الحشود العسكرية والتعزيزات والزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس إلى المنطقة الحدودية لعملية لتفقد الحدود. كل هذه هي إشارات إلى أن المعارك أو المعركة الكبرى سوف تبدأ في الأيام المقبلة. يعني ما هو السبب في هذا التقدم السريع؟ هناك من يقول بأن الأكراد موجودون في عفرين، وعفرين هي المركز الكردي ومركز القوات الكردية. يعني هل من الممكن أن يسيطر على هذه القرى بسهولة من قبل قوات الجيش السوري الحر، مع العلم يعني بأن الأكراد يستميتون في الدفاع عن القرى التي يسيطرون عليها؟ نعم، يعني لاحظنا في اليومين الأولين من العملية أو من المعركة كان هناك تراجع من قبل الوحدات الكردية إلى الداخل أو إلى العمق في عفرين، وتم يعني السيطرة عليها بسهولة من خلال الجيش السوري الحر والقوات التركية. هذا من جهة. أعتقد أن يعني كما ذكرت أن هناك معركة كبيرة تنتظر كلا الطرفين خلال الأيام المقبلة، وخاصة أن المعركة هي أساسا هي في داخل عفرين، ولكن إلى حتى هذه اللحظة خاصة من خلال المتابعة هناك سقوط عدد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين. نعم، هناك من يرى بأن عملية عفرين أيضا ستستخدم من قبل الروس كورقة للضغط على أمريكا من أجل إفشال ما يقال بأنه مشروع أمريكي في المنطقة. إلى أي مدى من الممكن أن تحقق هذه العملية أهداف روسية على أرض الواقع، بالحديث أيضا عن ما صرح به أردوغان عن التطهير منبج؟ يعني هناك تسابق في التصريحات إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل أنقرة أو من قبل الروس. الروس هم حاليا هم يسعون إلى إنجاح مؤتمر سوتشي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد عرقلة التقدم التركي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة بعد الاتصال الذي أجراه مع ترامب، هو أراد استباق الأحداث ويعني توجيه رسائل إن كان للأمريكان أو حتى للروس نفسهم، هو في أن العمليات لن تتوقف في عفرين ولكن ستكون هناك وجهات أخرى وهي منبج وحتى حدود العراق. نعم، هناك في سؤالي الأخير، هناك طلب من المعارضة باعتراف موسكو بأن جنيف هو المسار الوحيد للحل قبل الذهاب إلى سوتشي، هل يعني ذلك أن المعارضة ستذهب إلى سوتشي؟ يعني كل هذه الأمور ما زالت معلقة حاليا. كما تعلمون هناك مؤتمر جنيف، وكما ذكرت هناك ضغوط كبيرة من قبل الروس، حتى أن الروس حاليا يسعون بشن عمليات واسعة لإرغام المعارضة، أقصد هنا على في الداخل السوري، لإرغام المعارضة على المشاركة في مؤتمر سوتشي. ولكن مؤتمر سوتشي هو ما زال معلقة وما زالت مفاوضات جارية. أعتقد أن هي الكرة الآن في ملعب أنقرة، خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى مع نصر حريري قبل يومين. أعتقد أن موضوع سوتشي كان هو الموضوع الأساسي. نعم، الأستاذ طه عودة المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.